مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا في الجميع في الحلقة الثانية من تحليلنا لمسلسل بلاك ميرور. الحلقة هي اسمها 50 مليون ميريتس، الحلقة الثانية من السيزن الأول. بتتكلم عن قصة طبعا في العالم اللي حيجينا، وأنا أتوقع أنه رح نوصل لهذه المرحلة. القصة بتحكي أنه في زي ناس بيشتركوا بمسابقة، بيعيشوا في عالم كله إلكتروني. هذه المسابقة هدفها أنه يجمعوا نقاط، فهم بحياتهم عايشين بس عشان يجمعوا نقاط. بيجمعوا هاي النقاط عن طريق الرياضة، عن طريق الأعمال اللي بيسووها في التجمع هذا، وفي النهاية بيشتروا مشاركة في مسابقة عشان يظهروا بعض المهارات اللي عندهم. طبعا القصة انه انت بكون بس بوكل بشرب، بوخد من هاي النقاط، اكله وشربه، بنام، بيقدر يحضر اللي بده اياه على التلفزيون. طبعا هو عايش في غرفة هي عبارة عن شاشة، لما يصحى الصبح بتصحي هاي الشاشة. هون طبعا هذا بكون ورث من اخوه اللي توفى عدد كبير من النقاط. بروح بحب هذه الصبية وبتبرع لها بالنقاط لأنها بتغني كويس عشان تشارك في المسابقة. طبعا المسابقة بتأخذ الفئات الجيدة من هذا المجتمع وبتستهزئ بالفئات الضعيفة أو اللي غير قادرة، زي مسابقة الـ Got Talents والشغلات هاي، تقريبا على نفس المبدأ. الهدف منها أنه يستغلوا هذه الشخصية في عمل دعايات وبروموشن إلهم في المستقبل عشان يقدروا يخففوا من عدد. يعني إذا بتحضر هذه المغنية بتغني، بأخذوا منك مثلا عدد معين من النقاط، بسحبوا من رصيدك، عشان عبارة عن سحب رصيد. فطبعا بس تصير هاي المغنية مشهورة ويصيروا يستغلوها في البرنامج، هذا الشاب الأسمر اللي كان يحبها بيضطر بده يشوفها، فمش قادر لأنه هم أخذوها عندهم على الاستوديو، صار إلها برنامج بيحضروه. وللأسف هذا البرنامج استغلوه استغلال سيء، إنه صارت تعمل أفلام إباحية. فهو يعني حزت في نفسه هذا الشيء، هي مفروض مغنية، فليش خلوها استخدموها بهذه الطريقة. فقرر هو يجمع نقاط، ما يأكل ما يشرب، صار يأكل فضلات الأكل أو بواقي الأكل، بس يشتغل على الرياضة ويجمع نقاط عشان يقدر يدخل المنافسة ويروح على الستيج الثاني اللي هو. طبعا هدول زي ما انت شايفين عالم افتراضي كله، الحكام قدامهم وهم الحكام بيستهزئوا كتير في الناس. فالوضع يعني زي نفس الجوت تالنت، اسمه هوت شو. المختصر، الشاب هذا بيستطيع انه يصل الى النهاية عن طريق سبيتش بيعمله، عن طريق كلمة بلقيها على المسرح، فبيحبوا الكلمة تبعته، وبكون ماسك زجاجة ماخدها معاه وبيحكي انه حيقتل نفسه. فبشوفوا انه هو he's a good motivation speaker، ممكن برضو يستغلوه بحيث انه يسحبوا نقاط من الناس. وبالفعلا بخدوه وودوه على استوديو، وبصير كل يوم يعمل motivation speak، وبصير زي slave، يعني زي عبد لهذا البرنامج. للأسف ما بقابل صديقته، ولكن بنتهي الموضوع انه من بدأ بسليفري او عبودية سينتهي الوضع فيه بعبودية. فهذا الحلقة، يعني الحلقة انا اتوقع انها من الحلقات اللي برضو عملت ترند كبير في عند اطلاقها، وكانت من الحلقات اللي لها صدى، لانه يعني في توقع للمستقبل وفي شيء ممكن يكون. بوعدكم بحلقات اخرى ان شاء الله، خليكم معنا في هذه السلسلة ونراكم في حلقة جديدة. سلام للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل